علينا بابا. كل شيء صار واضح. على رضا شو هالشراو لك؟ ابنك اعترف بكل شيء. والمجلس أخذ قراره. أنا كنت عم أتحكم بنعمان، إيه أنا، هدفه إنه يخلص من هالمجلس اللي مؤسسينه. كل شيء صار واضح ولازم نصدر الحكم. قرار مصيري ويمكن صعب. قل لي شو بدك تعمل ببراق؟ إذا بدرى إنه صار له أي أذى اعتبرني كمان عدوك. بس معقول الانتقام يكون الخلاص؟ هالفترة اللي عم نمرق فيها نحن محتاجين لذكائك مثل أول. يعني رصاصة برأسه. علي رضا يوميا ما عدا الجمعة 7 المساء على الـ LBCI.